الناس نجعل الناس يشعرون بالفخر. واو، ليس هذا سبب تواجدنا هنا، سبب وجودنا هنا دابا نطيحوا مع فرنسا ان شاء الله الى غلبت فرنسا الانجليز، وان نصل الى ابعد المراحل في هذه البطوله. هي هذيك كما قال مبابي ديك النهار قدام ذاك اللاعب دافيد بيكام، كانوا في نيت في قطر وكيشد مبابي كيشد في حكيمي كيقول لي غادي نتلاقاو معاكم في كاس العالم وغادي ندقوكم بيوت. والله العظيم نتمنيت هذا النهار، وهو ان شاء الله غادي يوقع هادشي اللي غيوقع. هادو توقعات ديالي ان شاء الله الخوت المتابعين ديالي، الله يحفظكم على التفاعلات ديالكم، وان شاء الله غادي نديو كاس العالم هاد العام. بلا ما تستغربوا، نديو كاس العالم، نطيحوا مع كرواتيا في الفينال وغادي نغلبوهم ان شاء الله. غنبينوا لهم ديك المره دافعنا، هاد المره غندافعوا وغنهاجموا وغنوريو كرواتيا شكون المغاربه. فيبا لو ماروك، اولا فيبا مارويكوس. فيبا مارويكوس، اوكي باموس اوترا كوسا، هارد لاك فور سبانيش، جود لاك فور كرواتيا، هارد لاك فور برازيليان، فور نايمار او كريستيانو. ان شاء الله غدا ان شاء الله نتهلاو فيك مزيان اخاي كريستيانو، غتودع عالم كرة القدم وانت احسن حالاتك ان شاء الله. You gonna be proud of yourself Mr. Cristiano. Morocco will win the cup. Yeah. Morocco this year 2022 will get that goddamn cup or world cup as they say in American language. Okay? Good luck Moroccans. Shut up. You're gonna win this cup. Remember, Abdel said, you're gonna win this cup. Just cheer up. Sir, 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 sir. Go, 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 go. Vamos, 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 vamos. Goodbye.